مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه صباحيه من ارضيه هذا الميدان في انطلاقه اشواط هذا الصباح هنا مع ابناء القبائل وانطلاقه حقنهم هنا مع سن الاذاعه والابداع والامتاع وشوطنا الثالث والخاص في هنا القعدان المحليات الاصايل. نسير معكم مع هذه الانطلاقه ونتابع الصداره والذيب محمد بن سعيد بن حارب بن سيف العميمي من ينطلق على المركز الاول وصداره هذا الشوط، بينما المركز الثاني ياتينا هنا البارع محمد بن عتيق بن سالم بن العرطي الحميني من ياتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هناك من الجانب الاخر السياسي لمحمد بن عتيق بن سالم بن العرطي الحميري، وياتينا منطلقا هناك حرب مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي، والوصول من مصيحان سيب بن محمد بن سيب بن عبد الله بن عفره المطيوعي، وسادس مراكزنا ياتي هملول سالم بن محمد بن مترف الطنيقي، وهنا شاهين لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي من ينطلق على سابع المراكز. أما المركز الثامن فيأتي الأسد للشريقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي، ومن الجانب الآخر المنطلق مشوش سلطان بن عبد الله بن دبيثان لقمزي، وعاشرا الأسد لسعيد بن عبد الله بن عبيد بن دبيل الفلاسي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، دعناها على حضاراتكم في هذه الانطلاقات والتحديات. هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا هناك التغيير من البارع، من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، من يأتينا على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، بينما مصيحان على المركز الثاني سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله بن عفره المطيوعي، وعلى المركز الثالث الذيب لمحمد بن سعيد بن حارب بن سيف العميمي، من ياتينا هنا بهذه الانطلاقه والتغيير من حرب مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي، من ياتي بهذه الانطلاقه. وهنا ياتي سياسي لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وسادس مراكزنا المنطلق هنا هملول سالم بن محمد بن مترف الطريقي ان ينطلق على المركز السادس. شاهين القادم هنا مع صعب المضمرين سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرهان لقتبي، من ينطلق على المركز السابع في هذا الأداء الجميل. وثامن مراكزنا الأسد الشريقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي، وهناك يأتينا من الجانب الآخر والقادم على تاسع المراكز، هنا يأتي مشوش سلطان بن عبد الله بن دميثان لقمزي، ووصل مفنود بأول نداء لمفنود هنا بانطلاقة عبيد بن السيد بن عبيد بن يميع السبوسي، من يأتي بمفنود هذه الانطلاقة. هذه هي الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا الأولى. هنا نعود إلى الصدارة، البارع لا زال بارعا بانطلاقته، بارعا بتحدياته على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هنا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحمير انطلق هنا بالمقدمة وبالمركز الأول، اندفع بصدارة هذا الشوط مع الكيلومتر الأخير، برع البارع على الصدارة على المقدمة. هنا أهالي المرموم يندفعون مع البارع على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا حرب المبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي، ووصل مفنود، وصل مفنود هنا لعبيد بن سهيل بن عبيد بن يميع القادم على المركز الثالث. ورابعا شاهين لسعادة محمد بن سلطان بن برهان لقتبي، ولكن الصدارة والمقدمة مع
البارع على الصدارة وحرب القادم ومفنود. الله الله، بدأت المعركة، بدأت المعركة، حرب على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. لمبارك بن سيلبر بيع لمحرمي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطرا على زمام الأمور. المحاولة من مفنود، هنا العبيد بن سهيل بن عبيد بن ميع، ولكن حرب على الصدارة، حرب على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام لها الرماح، سلام على هذا الأداء المميز الذي يقدمه. هنا حرب على الصدارة، على المقدمة، تهانينا لمبارك بن سهيل بربيع لمحرمي، ولحظة الوصول إلى قط النهاية. مفنود في المركز الثاني، عبيد بن سهيل بن عبيد بن ميع. المركز الثالث شاهين سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع البارع محمد بن عتيق وسالم بن عرطي لمحرمي، ويأتي الأسد للشريجي بن حمودة بن زفنة الحرسوسي على المركز الخامس. هذه هي نتابع هنا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 6:13 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز هنا لحرب ومبارك بن سيلبر بيع المحرمي، بينما مفنود بن حلة ثانيا هنا ب6:14 هنا أيضا بتوقيت وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس العبيد بن سهيل بن عبيد بن ميع، بينما شاهين من حل على المركز هنا الثالث لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا لو الناموس.